ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، ومعنا قصة من أروع قصص القرآن، ذكرها الله عز وجل في سورة القصص وختم بها هذه السورة العظيمة. قصة من؟ قصة رجل من قوم موسى عليه السلام، قيل هو ابن عم لموسى، وقيل هو أحد أقربائه. المهم أنه من قومه، وكان رجلا صالحا في بداية حياته، بل كان يترنم بالتوراة ترنما، وكان يمدحه الناس لحسن قراءته وتلاوته للتوراة، لكن أنعم الله عز وجل عليه مالا فتكبر وبغى واستكبر وانتكس، وتغير هذا الرجل، فتن بهذا المال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى، تكبر، بطش. الله عز وجل بدأ السورة بفرعون وختم السورة بقارون ليبين لنا شخصيتين: شخصية الإنسان الذي تكبر بجيشه وجنوده وقوته وسلطانه، وماذا فعل الله به. أما الذي تكبر بأمواله، انظروا ماذا سيفعل الله به. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. لم ينفعه أنه كان من قوم موسى عليه السلام، لم يشفع له عند الله أن موسى قريبا له، لأن الصلاة تتقطع إذا اختلف الدين واختلف العمل الصالح. قارون رجل يمشي بين الناس متفاخرا متبخترا، يمشي معه الحاشية التي حوله، يتظاهر بملابسه بالذهب الذي يملكه بالجواهر التي عليه، يتظاهر أمام الناس، ويحب أن يمشي متكبرا، يمشي يفتخر، فبغى عليهم. لكن من الذي أعطاه هذا المال؟ الله يقول: وآتيناه. من الذي أعطاه؟ الله، هو مالك الملك، هو الذي أعطاه هذا المال. لكن أكثر الأغنياء لا يفهمون هذا. أغلب الذين يحصلون على أموال وملايين ودراهم وذهب وفضة ينسون أن الله هو الذي أعطاهم. وآتيناه من الكنوز، ذهب، فضة، جواهر، معادن، نقود. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. مفاتيح كنوزه العشرة وأكثر من الرجال الأقوياء لا يستطيعون حمل المفاتيح، كيف بالكنوز نفسها؟ إذا كانت المفاتيح أكثر من عشرة والعصبة تقال على العشرة فما فوق. والله يقول: عصبة أولي القوة، يعني ليست أي عصبة. مع هذا لم يستطيعوا أن يحملوا مفاتيح الكنوز. بالله عليكم، كيف كانت كنوزه؟ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه. جاءه الصالحون، جاءه أهل الإيمان، جاءه أهل التقوى، لما رأوه في غيه في ضلاله، لما كفر النعمة التي أنعم الله بها عليه، لما بدأ يتكبر ويتغطرس ويفرح فرح المتكبرين، جاءه أهل الإيمان وأهل التقوى فقالوا له، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. الله عز وجل ما يحب الإنسان المتكبر المفتخر بأمواله وبزينته. اتق الله يا قارون، ماذا تفعل؟ ماذا تصنع؟ لما كل هذا الكبر؟ لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. أموالك التي عندك استغل بعضها في طاعة الله،
ليست كلها. ما أعطاك الله انفق منه جزءا ابتغي به الدار الآخرة، لا تبخل، هناك فقراء، هناك مساكين. كنت قبل أن يغنيك الله فقيرا، ولولا أنعم الله عليك أنت لا تسوى شيء. لا تنسى أن هناك من هو بحاجة لمال الله الذي عندك. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابن شيئا لله، أنفق شيئا لله، أعطي المساكين شيئا لله، ابتغي ما فيما آتاك الله الدار الآخرة. مو معنى هذا أنك لا تتمتع، لا، ديننا دين توازن، شيئا لله ثم أيضا ما تنفقه على نفسك هذا أيضا لله. ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. نصائح جميلة وكلام منطقي. لا تنسى نصيبك من الدنيا، استمتع، تمتع بأموالك، كل ما تشاء، شرب ما تشاء بالحلال، البس ما تشاء بالحلال، لكن لا تتكبر على الناس. ولا تنسى أن لله حق، للفقير حق في هذا المال، الله عز وجل أمرك به. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، لكن لا تنسى نصيبك من الدنيا. نصح، ذكر بالله عز وجل لكن الإنسان يطغى، أن رآه استغنى. هكذا البشر، ما في أحسن منه، لكن لما يحصل على شيء من المال يجمع ويمنع ويتكبر ويتفاخر على خلق الله. وينك؟ وينك بالأمس؟ إزينك تجلس مع الناس تتواضع للناس؟ أول ما حصل على بعض الأموال والأرصدة كأنه يمشي على الأرض يريد خرقها أو يبلغ الجبال طولا. انتبه، المال الذي أعطاك الله إياه قد يسلبه منك. ايش قال قارون؟ قال أنا أعطي أموالي للفقير، أنا تعبت عليها، هذه أموالي، جمعتها من علمي وبقدرتي وبشطارتي، بل لعلم الذي عندي الله أكرمني، أنا أستحق المال ولا أحد له حق في هذا المال. قال إنما أوتيته على علم عندي، شطارتي، ذكائي، جهدي وقدرتي هي السبب في حصولي على هذه الأموال، لكنه ما علم. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يدري قارون أمثاله أن الله عز وجل أهلك أمم سابقة أغنى منك وأكثر منك قوة وأكثر منك جبروت، الله أهلكهم. يعني افهم أنك لست الأول، كان من قبلك من هو أقوى منك وأغنى منك، ومع هذا أهلكهم الله عز وجل. هل نفعتهم أموالهم؟ هل حمتهم أرصدتهم؟ هل ملايينهم وثرواتهم منعتهم من الموت؟ كلا، عذاب الله إذا نزل والله ما ينفع لا مال ولا رصيد ولا جاه ولا قصر ولا ولو كنتم في بروج مشيدة. لكن قارون لم يفهم هذا ولم يعقل هذا ولم يدري أنه الآن في غفلة، وهذا مكر ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. قارون ظل في كبره، ظل في عناده، ظل في بطشه، لم يمنعه أن موسى عليه السلام من قومه أن يتذكر، جاءه الصالحون فمن انتصح، ذكروه فظن أنهم يريدون أمواله ويسلبون ماله، وما علم أن الملك لله ليس له. وفي يوم من الأيام كان هو على موعد لم يظنه ولم يتوقعه، أمر حاشيته، أمر خدمه، أمر الحشم أن يخرجوا زينته للناس. كان دائما يفعل هذا، يخرج الزينة، الأموال والذهب والفضة والمجوهرات إلى الناس، يفتخر على الناس بها. ولبس أحلى ملابسه وتزين بأحلى زينة
فخرج على قومه في زينته. الناس انبهروا، ما هذه الزينة؟ وما هذا الجمال؟ وما هذا الغنى؟ خرج على الناس يفتخر عليهم، يمشي متبخترا متفاخرا، يمشي والكبر قد ملأه، بغى عليهم، يريد أن فقط يتظاهر أمام الناس، يمشي بينهم فقط لحب المظاهر. مشى فتجمع الناس حوله، وبدأ المتزلفون، وبدأ ضعفاء الإيمان، وبدأ المنافقون يتجمعون حوله، من فتنوا بهذه الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة. شفتوا جناح البعوضة؟ مو البعوضة الحقيرة، جناح. لو الدنيا كلها تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن ما تسوى. لو سوت جناح بعوضة لحرم كل كافر منها أن يشرب منها ماء. خرج قارون في زينته وثيابه وجواهره بين الناس، وإذا الناس قد انبهروا. وانقسم الناس إلى قسمين، ما هذان القسمان؟ وماذا قال كل قسم من الفريقين؟ سنكمل وإياكم، ولكن كونوا معنا بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، خرج قارون في ذلك اليوم الموعود، والناس قد نظروا إليه في ذلك الوفد العظيم الذي يمشي بينهم، ثياب عظيمة، جواهر ولآلئ، غنى وثروات، كنوز وخدم وحشم. انقسم الناس إلى قسمين، هكذا الناس اليوم مع الأغنياء والأثرياء. هكذا الناس اليوم إذا شافوا شيء من زينة الدنيا ينقسمون إلى قسمين. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي قلوبهم فقط في هذه الدنيا، اللي قلوبهم متعلقة بالحياة، تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ليت عندي الذي عند قارون، يا ليت أملك هذا القصر اللي فلان يسكنه، يا ليت أركب مثل هذه السيارة اللي فلان اشتراها، يا ليت عندي هذه الثياب اللي فلانة لبستها، يا ليت عندي الساعة اللي فلانة قد لبستها، يا ليت عندي تلك القسيمة التي فلان قد اشتراها، يا ليت عندي أموال أسافر مثل ما يسافر فلان ويتمتع فلان، يا ليت عندي أموال وأرصدة مثل ما يملك فلان وفلان، يا ليت لنا مثل ما أوتي فلان وفلان. قلوب معلقة بالدنيا، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا القسم الأكبر من البشر، أليس كذلك؟ التي تعلقت قلوبهم، الذين تعلقت قلوبهم بالمال والدنيا وزهرة هذه الحياة. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، انتبه فإن الدنيا فتنة وزينة ربما تغر فيها. هذا القسم الأول، اللي بس شايف قارون يمشي قارون وقلبه متعلق فيه، يا ليتني أملك مثل ما يملك قارون. طيب قارون رجل بغيض، قارون رجل ما يؤدي حق الله في أمواله، قارون رجل لا يؤمن بأن هذه نعمة من نعم الله وسخرها في طاعة الله، ما يهمهم. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. قسم الثاني أهل العلم، شوفوا فضل العلم،
إنسان لم يكن عنده علم، علم في الشرع، علم بالكتاب والسنة، علم في حقيقة هذه الدنيا وقدرها ومعرفة حقيقتها، ما يفتن بسهولة في هذه الدنيا. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ما يسكتون أهل العلم، أهل الإيمان، أهل الدين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما يسكتون. ويلكم ثواب الله، ثواب الله خير، ثواب الله خير لمن آمن، لمن آمن وعمل صالحا. يعني الخيرية لمن؟ لمن فيهم صفتين، الإيمان والعمل الصالح. هذا ديننا يا جماعة، صفتين اللي يتحقق فيها خلاص حاز على خير الدنيا والآخرة، إيمان وعمل صالح. هذا قد كان أسعد الناس. أهل العلم فهموا هذه القاعدة، قال ويلكم، شو تقولون أنتوا؟ ثواب الله أفضل من هذه الكنوز وهذه القصور وهذه الأموال وهذه الشركات وهذه العقارات وهذه الأعمال. كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل مما طلعت عليها الشمس من الدنيا وما فيها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات شنو؟ سبحان الله، الحمد لله، الأذكار، ركعتي آخر الليل، هذه كلها أفضل من قارون وأمواله. الآن انقسم الناس قسمين، وقارون الآن متجبر ويمشي ومهم أحد، عندي خدم يحموني، عندي حراس بأموالي، وعندي كنوز أعيش خالد مخلد في هذه الأرض. لكنه ما علم أن الإنسان في غمرة غفلته يستدرجه الله، فإذا أخذه لم يفلته، فجأة والناس ينظرون اهتزت الأرض، بدأ الناس يصيحون، وبدأ الذين حوله يفرون، وبدأ جنوده يهربون. الآن بدأ عذاب الله. التفت قارون، لغروره لم يهرب، لكبره ولغروره وعتوه ولبغيه ولجبروته ما هرب مثل الجنود، توقف يريد كنزه وماله، وظن أنه سيحميه من الله، فإذا بالأرض تنشق تحته، وإذا به ينزل مع كنوزه والأرض تبلعه. ينادي جنوده، ينادي حراسه، ينادي خدمه، لكن هل من مجيب؟ فخسفنا به وبداره الأرض، حتى القصر الذي كان يملكه خسف الله به. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه. جنودك، حرسك، خدمك ما ينفعونك إذا نزل أمر الله عز وجل، إذا حل عذاب الله والله ما ينفعك شيء. أموالك ما راح تنفعك، قصرك ما راح يمنعك، والله لو تأتي بأطباء الدنيا لن يمنع ملك الموت إذا نزل. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. الناس الآن صاحوا، الناس هربوا، الناس اختبأوا، هم قاعدين يشوفون كيف هذا الغني الثري اللي أكثر الناس تمنوا يكونوا مثله، الأرض تبتلعهم. الأرض جندي من جنود الله، الله أوحى لها بأن تزلزل من فوقها وتبتلع من عليها، الله أمرها. فجأة والناس قد ذهلوا، والأرض قد ذهلت كلها مما حدث، خرج الناس من ذهولهم، فإذا بهم يتكلمون. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون
شو قالوا؟ وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. الله أكبر. الحين وينكم من قبل؟ الحين لما شفتوا بعيونكم ماذا حصل لقارون، الحين تقولون لولا نعمة الله علينا لكان حالنا مثل حاله الحين؟ طيب وينكم من قبل؟ أين لما كان الصالحون ينصحونكم، أهل العلم يذكرونكم ويقولون لكم أن هذه الأموال ولا شيء، هذه دنيا وزائلة، هذا زخرف، يوشك أم يفنى سريعا؟ وينكم من قبل؟ وشوف الكلمة وي كأن كلمة تنبيه، كلمة هلع، كلمة فزع. وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، يعني كل الأمر عند الله سبحانه وتعالى. مثل ما أعطى قارون سلب من قارون، مثل ما حرم غيره يعطي غيره. الله مالك الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. كم من غني اليوم في الأرض فجأة صار مفلس، فجأة صار مدين أصلا، فجأة رمي في السجن وكان قبل أيام مليونير. كم من إنسان كان فقير اليوم صار غني ثري. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. شفت إنسان على نعمة، احمد الله على اللي أنت فيه، ولا تتمنى زوال النعم من إنسان وربما تكون فتنة له وأنت لا تشعر. وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الظالمون. لا يفلح الكافرون، نعم، وكأنه لا يفلح الكافرون. هذا الرجل كفر نعمة الله فما أفلح. الآن بدأ الندم والكل عرف الحقيقة، الآن عرف الناس أن هذه الأموال لا شيء والكنوز زائلة. لا تغرنك هذه القصور أو تلك الأرصدة أو هذه العقارات أو هذه الأموال أو تلك التجارات، كلها زائلة. فقراء المؤمنين يدخلون قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة سنة، ايش رأيك؟ كل درهم يسأل عنه صاحبه يوم القيامة. لا بأس بالمال، لكن إذا كان يسخره الإنسان في طاعة الله، إذا كان العبد صالحا. نعم لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أحسن كما أحسن الله إليك. الله أغناك فلا تنسى الفقير ولا المسكين. ختمت القصة بقاعدة، تلك الدار الآخرة نجعلها الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة لمن؟ والعاقبة للمتقين. قصة من أروع القصص في كتاب الله جل وعلا، اجعلها عبرة في حياتك. اقنع بالقليل، الغنى غنى النفس لا غنى كثرة الأموال ولا الأرصدة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة، من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. بها خبر الحياة مواعظ، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرة سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آيتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عنا.
حاس بضيق، رزقك قليل، الدنيا ضاقت فيك، تبي الحل؟ من لزم الاستغفار، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لزم الاستغفار أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا فقط لو جلست في صباحك ومسائك تكثر من الاستغفار، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة من الليالي إلى المقبرة بالليل، خرج من فراشه وكانت ليلة عائشة، خرج من فراشه ليلة إلى بقيع الغرقد، ذهب ليستغفر لأهل القبور، وكانت آخر أيامه قبل وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. الاستغفار، وما أدراك ما الاستغفار؟ الاستغفار. إبليس لما لعنه الله عز وجل قال: بعزتك لأغوينهم أجمعين، عبادك هؤلاء لأحتنكن ذرية آدم إلا قليلا، سوف أضلنهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل يرد على إبليس: قال لأغفرن لهم ما استغفروني. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أحلى الكلمات وأجل الكلمات. إن القلب ليصدأ، شفت القلب يحوش مثل الصدأ الغبش، هذا القلب إذا صدأ كيف نجلوه؟ بالاستغفار. أن يجلس الواحد منا مجلسا فاستغفر الله 100 مرة ويتفكر في كلماته، يقول أستغفر الله أستغفر الله، سنة الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى طوبى لمن؟ قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. محظوظ هذا، هنيئا له الذي يأتي يوم القيامة يجد في الصحيفة كل استغفار، هذا هو الذي سوف يفوز عند الله يوم القيامة. العبادات التي نقدمها إلى الله نستغفر بعدها، لأننا ما أدينا حق العبادة، ما عبدنا الله حق عبادته. والله حتى في الصلاة أول ما نسلم سجدنا، ركعنا، قمنا، قرأنا، ذكرنا، دعونا، سبحنا، أول ما نسلم ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، نردد هذه الكلمات، ما أجملها، تمحو الخطايا، تذهب الذنوب، تكمل العبادات. قال: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. فقيل: وما النجاة؟ قال: الاستغفار، أن يقول العبد أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما أحلى هذه الكلمات، رددها الأنبياء والمرسلون، أكثر منها الصالحون. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الله يحب يسمعنا نستغفر. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله يحب أن يسمع من عبده أن يقول أستغفر الله أستغفر الله، لكن لا يقول أن العبد أستغفر الله وهو مصر على ذنبه ومعصيته. هذه امرأة تقول: مات زوجي وعندي أطفال صغار ونحن فقراء، يعني ما عندنا أموال. تقول: ضاق صدري، أنا أرملة، ما عندي أحد ينفق علي وأطفالي صغار، فسألت شيخا بعد أن ضاقت بي الدنيا، ماذا أصنع ماذا أفعل؟ قال لها الزمي الاستغفار. قالت: أقول له ما عندي رزق لعيالي، حنا حالتنا ضعيفة، ويقول لي استغفر الله أنا ما أذنبت. قال لها: استغفر الله، هذا هو الحل. تقول: فظللت أنا وأوصيت أطفالي 6 شهور، ما ملت، مو بيوم ولا يومين، 6 شهور تستغفر الله عز وجل. تقول: والله كان عندنا أرض، أرض ما تسوى شيء، أرض بيعها يعني خسارة. تقول: هذه الأرض التي تركها زوجي جاء عليها مخطط فصارت من أغلى الأراضي وبيعت بملايين. تقول: فعشت أنا وأولادي حتى كبروا وتزوجوا
في رغد العيش بسبب ماذا؟ ورزقه الله من حيث لا يحتسب. كل الخيرات في الدنيا والآخرة مفتاحها الاستغفار. تريدون الرزق في الدنيا؟ تريدون الفرج؟ تريدون سعادة الدنيا والآخرة؟ بالاستغفار. حتى آخر الليل أهل التقوى يستغلون قبيل الفجر بالاستغفار. هذه من أوقات الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أين الذين يستغفرون بالأسحار؟ الإمام أحمد خرج في قرية من القرى مسافر، دخل إلى تلك القرية ما عند أحد يضيفه، ما يعرف أحد، وأهل القرية ما يعرفونه مع أن إمام أهل السنة. دخل مسجد ينام فيه، جاء حارس المسجد طرده، قال: ممنوع. قال: دعني أنام ساعة. قال له: ممنوع ممنوع، لازم تخرج. فطرد الإمام أحمد وجلس عند عتبة المسجد. ما قال له: أنا الإمام أحمد، لو قال له لأدخله. لكن الإمام أحمد لا يفتخر بنفسه، رجل متواضع، وضعه عند عتبة المسجد. جاءه حارس المسجد دفعه، قال: أنا خارج المسجد. قال: أخرج. طرده حتى أوصله إلى قارعة الطريق، سمعه من خباز يخبز بالليل علشان يعجن والفجر يبيع الناس الخبز. نظر إليه أدخله، قال: يا شيخ تعال تعال أدخل. ما يعرفه، أدخله المخبز من البرد وأجلسه عنده. خباز يعجن مع كل عجنة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تعجب الإمام أحمد، قال: يا فلان، منذ متى وأنت على هذه الحال استغفار؟ قال: منذ زمن. قال: أو أعطاك الله شيئا؟ حنا نعرف أن الاستغفار يأتي بالنعم والخير. قال: ما سألت ربي سؤالا إلا أعطاني إياه. كل سؤال، كل طلب، إلا طلب واحد. قال: ما هو؟ قال: دعوت الله أن يريني الإمام أحمد ما رأيته حتى الآن. قال: أبشر، قد جرني إليك الله جرا، أنا الإمام أحمد بن حنبل، استغفر الله استغفارا كثيرا. تقول أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام من نومه ليلة من الليالي فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الخزائن. ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، أي يصلين قيام الليل، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي أن النجاة من الفتن تكون بشيء اسمه صلاة الليل، قيام الليل، أفضل وأعظم الصلوات بعد الفريضة، أفضل الفريض، أفضل الصلاة بعد الصلوات الخمس قيام الليل، هي شرف المؤمن، شرف المؤمن قيامه لليل. بل جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة. إذا أردت النور يوم القيامة فعليك بقيام الليل. والذين يبيتون لربهم، هؤلاء عباد الرحمن، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ليلهم قيام، ليلهم ركوع، ليلهم سجود، هكذا أهل الإيمان. إذا نام الناس وإذا غطوا بنومهم وجوههم تتجافى عن الفرش فيصلون لله عز وجل. هذا أبو هريرة رضي الله عنه، هو وزوجته وخادمه، ثلاث أفراد في البيت يقسمون الليل ثلاثا، ثلث هو، ثلث زوجته، ثلث خادمه. لا تبقى لحظة في الليل ولا دقيقة إلا وفيها قائم يصلي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ما أجمل أن يختلي الإنسان بربه. شوفوا الناس أحوالهم بالليل، هذا سهران على أفلام، هذا سهران على مباريات، هذا مع حبيبته ومعشوقته بالحرام، هذا سكران، هذا يعد أمواله، هذا يغط بنومه حتى يطلع الصباح وما صلى وبال الشيطان بأذنه. الناس أنواع، هذا شخص من بين ربما آلاف أو ملايين، قام وتوضأ، قام من فراشه وتركه، ثم توضأ، ثم قام يصلي آخر الليل، جوف الليل الآخر. فما أحلى هذه العبادة وما أجملها. رحم الله امرأة قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته. شوفوا هذه العائلة المرحومة، هذه الأسرة المرحومة، قال رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، رش الماء بوجهها عشان يقعدها للصلاة، هو متفق معها على هذا الأمر. قالت له أيقظني ولو بالماء، فيرش على وجهها الماء لأجل أن تستيقظ فتقوم تصلي معه. ورحم الله امرأة قامت تصلي من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وفي الرواية الأخرى إذا قام الرجل وامرأته يصليان من الليل جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. من ألذ العبادات لأن فيها نوع من الخلوة، أغلب القائمين مخلصين لأن ما حد يدري عنهم أصلا في الليل. القائم دليل على قوة إيمانه، ترك الفراش ولذة النوم، وليس الأمر فرضا أصلا ليقوم لله عز وجل. من يفعلها إلا القلة القليلة الصفوة من خلق الله عز وجل. سفيان الثوري هذا من العباد، معروف من سفيان، كان من طول قيامه إذا أذن الصبح وضع رجليه إلى الحائط، أسند رجليه على الحائط ليرجع الدم إلى رأسه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الشاعر عنهم عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم، هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه. انظروا إلى سلفنا الأول، انظروا إلى العصور الأولى كيف كانوا يقومون الليل. هذا الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله قام ليلة من الليالي، وعمر كل الليالي يقومها، ما في ليلة إلا وقام شيئا منها وجزءا كبيرا منها. في ليلة من الليالي قام، وفاطمة تصف قيامه كل بكاء، لكن تلك الليلة اشتد بكاؤه حتى سمعه أهل الدار بيته فبكوا لبكائه. وبيوت قديمة، عمر ما سكن في قصر لأن خليفة، لا سكن في البيت القديم. فلما بكى وبكى أهل البيت سمعه، سمع بكاءهم من؟ الجيران. في الصباح تساءلوا وجاءوا لعمر، ايش فيك؟ ما الذي حصل؟ لما كل هذا البكاء رحمك الله؟ قال مررت على قول الله عز وجل، فريق في الجنة، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول تفكرت في أي من الفريقين سأكون ثم بكيت. تخيلوا آية واحدة يرددها الليل كله ويبكي ويشتد بكاؤه ويسمعه الناس، هذا قيامهم، قيامهم غير، صلاتهم غير،
تختلف عن صلاة أغلب الناس اليوم. إذا قام الليل قام حقيقة دعاء، تضرع، بكاء، خشوع. يمر النبي بالليل فيرى أبا بكر يصلي بالليل وأخفض صوته لا يسمع، وينظر إلى عمر رفع صوته فيسأل عمر لما، قال أوقظ الوسنان النائمة قاعدة، ويسأل أبا بكر فيقول يا رسول الله أنا أصلي لوحدي، فيقول لأبي بكر أرفع صوتك قليلا، ويقول لعمر أخفض صوتك قليلا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. أما عثمان فشأن آخر، عثمان يحيي الليل بالقرآن. عثمان نزل فيه قول الله: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رجل نام من الصالحين فرأى في نومه كأنه في أرض مظلمة، ورأى في هذه الأرض المظلمة مثل القباب من اللآلئ، خيام مثل اللآلئ المضيئة. فسأل وهو يمشي في الظلام، سأل ما هذه الخيام؟ فقيل له هذه خيام المتهجدين، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقام من نومه وصلى وما ترك قيام الليل أبدا، إنها صلاة لكن ليس كغيرها من النوافل، فضل وأكرم به من فضل قيام الليل، شرف للمؤمن في هذه الدنيا. لما أراد الله عز وجل أن يهيئ نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لعبء الدعوة وثقلها، أمره أن يقوم الليل، لأن قيام الليل سيعينه على القول الثقيل والحمل الثقيل. فأنزل الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نظر إلى خديجة فقال لها: يا خديجة، مضى عهد النوم، بدأ عهد الجد والسهر لله عز وجل. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. يدخل عليه بلال وقد غفر الله للنبي كل ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، فيراه يقوم الليل حتى تتشقق قدماه، تفطرت قدماه، يبكي بالليل حتى تبتل لحيته ويبتل الأرض تحته، يقول: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. أحد الصالحين اسمه سليمان التيمي، يقول أحدهم صلى معنا العشاء، يقول: فقام يصلي بعد العشاء فانتظرته، أردته بأمر، يقول: فإذا به يقرأ سورة تبارك حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. يقول: فأخذ يعيدها ويرددها بالليل، يقول: لم يبقى أحد في المسجد إلا أنا وهو. يقول: فانتظرته فطال علي المقام، يقول: فذهبت، يقول: فرجعت قبل الفجر فوجدت سليمان قائما يصلي يردد الآية نفسها. فلما
لما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. أخذ يرددها ويبكي طوال الليل، نسي أن الليل كله ذهب، لأنه يخلو بمن؟ بحبيبه جل وعلا، يخلو بمن؟ بخالقه، بالرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل قيام الليل: في الليل ساعة، وانظر وتمعن في الحديث، ما حدد الساعة، قال: في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله ما سأل. وذلك في كل ليلة ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا في جوف الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الصالحون تعرفهم في قيام الليل. سئل الحسن البصري رحمه الله: ما بال المتهجدين، يعني القائمين، أهل قيام الليل أحسن الناس وجوها؟ إيش معنى نشوف أهل قيام الليل وجوههم نضرة منيرة؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. من أراد النور في القبر، من أراد النور يوم القيامة، من أراد النور على الصراط، لابد له أن يصلي قيام الليل. قيام الليل شرف المؤمن، قيام الليل نور في القبر للمؤمن. تقول إحدى الصالحات عن زوجها واسمه مسروق، صالح، تقول: يقوم الليل فإذا أذن الفجر لا يستطيع أن يمشي على رجليه من طول القيام، ما يقدر من طول قيامه. تقول: يزحف كما يزحف البعير بعد أن يؤذن الفجر، لأنه كان يقوم الليل كله إلا قليلا، ما كانوا ينامون إلا القليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. عمر بن الخطاب كان يقوم الليل فإذا بقيت ساعة من الفجر أيقظ أهله وقال: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كان الصالحون يتقاسمون الليل بينهم وبين أزواجهم وخدمهم وأولادهم، فلا تبقى دقيقة في الليل إلا وفيها قائم يصلي. سمعتم بالغرف الغريبة العجيبة بالجنة؟ هناك غرف شكلها غريب، منظرها عجيب، ماذا يصفها النبي به؟ يقول: يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. شيء عجيب، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ أبيك بس تخيل هذه الغرف المضيئة المنيرة، شلون صايرة غرف في الجنة خاصة هذه؟ سئل النبي: لمن هذه الغرف؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال: هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نوم قليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ويبدأ قائم الليل يتدرج، أقل القيام 10 آيات. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. خلاص، اسم الغافل يذهب عنه. ومن قام بـ100 آية كتب من القانتين.
ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. سئل النبي عن رجل ينام الليل كله حتى الفجر، يعني ما يصلي شيئا من قيام الليل، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. من أراد الشرف، من أراد النور، من أراد زيادة الإيمان، من أراد التثبيت على الطاعة، من أراد الأجر والخير كله، فلا يتركن قيام الليل، فهي أفضل صلاة بعد الفريضة. عندما نتحدث عن قيام الليل فإننا نتكلم عن عبادة يتلذذ فيها الصالحون، هو دأب الصالحين من قبلكم قديما وحديثا. إن الصالحين إذا جاء الليل فرحوا، كما قال الفضيل بن عياض يقول: إذا جاء الليل وسكن الناس ودخلوا بيوتهم فرحت، يفرح بمقدم الليل. ليش؟ يقول: فإن كل حبيب يخلو بحبيبه، فهذا الوقت أخلو بحبيبي وهو الله جل وعلا. قيام الليل يحتاج منا إلى جهاد نفس. يقول ثابت البناني رحمه الله: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 عاما، 20 سنة يقاوم نفسه في قيام الليل. يقول: ثم تلذذت بالقيام 20 عاما أخرى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أحد الصالحين كان إذا جاء الليل نظر إلى فراشه، فراشه الجميل، نظر إليه ومسح بيده على هذا الفراش، ثم قال: شوفوا الكلمات الجميلة، قال: والله ما ألينك وما أحلاك، فراش جميل والذي سهر في الليل يريد النوم، تعب النهار كله يشتاق للنوم، نظر إلى الفراش ومسح عليه وقال: والله ما ألينك، لكن فراش الجنة ألين منك وأحلى منك وأجمل منك. ثم يطوي فراشه ويكبر ويصلي: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الليل ينبئك عن أسرار كثيرون في الليل، إما يختلي بحبيبته، بمعشوقته، أو يسهر بمعصيته، أو بملذاته، يسرها بالحديث، أو يختلي معها في مكان. الليل يستر كل الناس، لكن قلة الذين يسترهم الليل، يرفعون أياديهم، يصلون، يبكون، يخشعون لله عز وجل، هم القلة في البشر اليوم. كان زمعة العابد رحمه الله رجل عابد، كان إذا جاء الليل بدأ يصلي ويصلي ويصلي، فإذا اقترب الفجر آخر الساعات، ساعة قبل الفجر، كان ينادي أهل بيته، زوجته، أولاده، خدمه، شوفوا ماذا كان يقول لهم كل ليلة. تخيلوا هذا البيت المسلم الصالح في الليل ينادي: يا أيها الركب المعرسون، يعني الركب المسافرين اللي ناموا في الليل توقفوا في الطريق وارتاحوا: يا أيها الركب المعرسون، أكل هذا الليل ترقدون، ألا تقومون فترحلون. فإذا بالبيت يقومون، أولاد، بنات، زوجته، خدم، الكل يقوم لحما أذن الفجر، هذا باك وذاك داع وهذا متوضئ وهذا يصلي، الكل في البيت يقوم حتى الفجر. فإذا أذن الفجر ينادي فيقول عند الصباح: يحمد القوم السرى، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك
والله يقدر الليل والنهار. الله عز وجل يقول لنبيه أنه يعلم عنه أنه يقوم الليل، وطائفة من الذين معك أي أصحاب النبي يقومون الليل، بل كان الصغار يقومون ويصلون مع آبائهم، يصلون لوحدهم. ابن عباس وهو صبي صغير في بيت خالته ميمونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، يقول فجئته جاء في الليل يصلي معه، فوقفت عن يساره فأخذني أخذه وتله وهو يصلي، فأوقفه عن يمينه وظل الليل يصلي. وابن عباس صبي صغير يصلي الليل مع من؟ مع رسول الله. فما أحلاها من جماعة، وما أحلاه من وقت في السحر نزل الرب فيه عز وجل، فقام الناس العباد، قام الصالحون، قام البكاؤون. أحد الصالحين كان له مصلى في بيته يقوم فيه الليل. في يوم من الأيام إحدى النساء في الصباح تزور زوجته، زوجة هذا الرجل الصالح في بيته، فإذا بها في بيته تكتشف أن في موضع سجوده، موضع المصلى، بلل مبتل. فكأنها غضبت على المرأة، على صاحبتها، قالت لها اتق الله، كيف تركت الصبيان يبولون في هذا المكان الذي يصلي فيه فلان؟ هذا أكيد ما في شيء مبلل إلا بول، وهذا ربما أحد الأطفال فعل هذا الأمر، كيف تركتيهم؟ فقالت لها ذاك ليس الذي تذهبين إليه، إنه فلان، يعني زوجها العابد، يقوم كل ليلة فيبكي، فيبتل مصلاه إلى الصباح من كثرة بكائه. جنوبهم، رؤوسهم إذا وضعوها على الفراش ما تتحمل الفراش، تتجافى أي تبتعد جنوبهم عن المضاجع. ليش؟ يرفعون أيديهم، يصلون، يبكون، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شوفوا جزاء الذي يقوم الليل. الآية بعدها شو تقول؟ لهؤلاء الذين قاموا الليل وتهجدوا وصلوا وعبدوا الله سرا ما حد يدري عنهم، يمكن بعضهم زوجته لا تعلم عنه، وكان بعض الصالحين يتسلل من فراشه فلا تدري عنه زوجته أنه يقوم الليل، فإذا أراد أن يوقظها أيقظها، يصلي في الليل فلا يدري عنه أحد. تدرون شنو جزاءه؟ الله يقول بالآية التي بعدها مباشرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. مثل ما هو أخفى عبادته عن الناس، الله يقول جزاء ما حد يدري عنه، أخفيت له الجزاء. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا أردنا كل تلك الفضائل من قيام الليل يجب علينا أن نجتهد، أن نبذل الأسباب. من أسباب قيامنا لليل ترك الذنوب والمعاصي. أحد الصالحين سئل لما لا نوفق لقيام الليل؟ حسن البصري سئل، وفضيل بن عياض أيضا سئل نفس السؤال، قال كبلتكم ذنوبكم وخطاياكم، الذنب، المعصية تحرم صاحبها قيام الليل. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول حرمت قيام الليل 5 شهور، ما يقول ما صليت، يقول حرمت. يعتبرونه من أعظم الفضائل، من أعظم النعم، من أعظم الكرامات أن يقوم الإنسان ليله لله عز وجل. يقول حرمت قيام الليل 5 شهور، تدرون ليش؟ يقول من ذنب أصبته. الصالحون الذين استقاموا على أمر الله، الذين ظلوا نهارهم لله عز وجل، الله يوفقهم في الليل. من الأسباب أنك تنام مبكرا، نم مبكرا يا عبد الله لتوفق لقيام الليل. إن ناشئة الليل، ينام الإنسان ثم يقوم،
إن ناشئة الليل هي أشد وطأ هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. أصعب أنك تنام ثم تقوم شيئا من الليل. احرص يا عبد الله على الدعاء أن يوفقك الله لقيام الليل. الزوجة توقظ زوجها، الزوج يوقظ زوجته، الأخ يوقظ أخاه. نتواصى على قيام الليل ونستغفر الله عز وجل، فإنه سبب لإعانتنا على قيام الليل. وقل دوما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قيام الليل من أعظم الفضائل والأعمال التي تقرب فيها الإنسان.